سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء، وعدد الأزواج بحسب تفاوت الدرجات في الجنات. ولا تتعجب من ذلك، لا تتعجب من ذلك، فإن الرجل يؤتى في الجنة قوة 100 رجل. فهل قدمت مهرها؟ فهل قدمت مهرها؟ وهل دفعت ثمنها؟ قال مالك بن دينار: كان لي أحساب أقرأها كل ليلة، فنمت ذات ليلة فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة، فقالت: أتحسن أن تقرأ؟ قلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات: لهاك النوم عن طلب الأماني، وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلقو في الخيام مع الحسان. تنبه من منامك أن خيرا من النوم التهجد بالقرآن.